نعم، نحن اليوم بهذا المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار المقاولاتية في لقاء لدعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. وفعلا هذا الدعم هو نتيجة كل الإنجازات التي قدمها في العهدة السابقة، والكل يعرف بأن السيد عبد المجيد تبون قام بثورة كبيرة جدا سواء على المستوى الاجتماعي. ربما الكل يعرف بأن كل الإنجازات أو التدابير والإجراءات التي اتخذها السيد الرئيس من أجل النهوض بالقطاعات الاجتماعية الكبرى على قطاع التعليم أيضا وقطاع الصحة وقطاع التربية وقطاعات أخرى، قطاع الطاقة إلى غير ذلك، وأيضا التدابير التي تخص المواطن الجزائري والرفع من القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. أنا نعرف بأن هناك ارتفاع ربما للأجور وصلت إلى أكثر من 47% وهذه سابقة فعلا، وأيضا هو يتعهد السيد الرئيس بأن رفع هذه الأجور إلى 100% خلال العهدة المقبلة إن فاز بهذه الانتخابات إن شاء الله. وأيضا فعلا كما قلت أخذ أخرى جميع إجراءات أخرى سواء على مستوى التقاعد للمتقاعدين، فهناك رفع أجور المتقاعدين وهذا جد هام، وأيضا إجراءات تخص صندوق المتقاعدين لأن الصندوق كان يعاني من عجز فعلا، حاول معالجة هذا العجز وبالتالي رفع أجور هذا المتقاعدين، وهذه كلها فعلا إجراءات اتخذها السيد الرئيس في الفترة السابقة. وأيضا على المستوى الاقتصادي وأنتم تعرفون بأن السيد عبد المجيد تبون وما في العهد السابقة فعلا أيضا أخذ مجموعة من القرارات وهي قرارات هامة ولأجل من تنويع الاقتصاد الجزائري، وفعلا أصبحت بعض القطاعات مثلا على قطاع غير قطاع الفلاحة وصل إلى إنتاج قيمة أكثر من 30 مليار دولار، وهذا جد جد مهم بينما كان هذا القطاع لا يساهم إلا بقليل. وأيضا قطاع الصناعة، لأن لا ننسى بأن قطاع الصناعة كان ضعيف جدا، كان لا يساهم، كانت نمو أو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام أقل من صفر، ولكن ارتفعت الآن إلى أقرب 5%، وتعهد السيد الرئيس بأن يرفع هذه القيمة إلى 15% الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى رفع الصادرات. لا ننسى بأن الصادرات كانت هناك كان هناك نسبة نسبة تغطية الصادرات هي نسبة ضعيفة جدا، حيث كنا نستورد أكثر من 65 مليار دولار أصبحنا الآن إلى أقل ربما 38 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات خارج المحروقات، لأن نتكلم عن الصادرات خارج المحروقات، من تقريبا حوالي 100 مليار دولار إلى تقريبا 7 مليارات دولار سنة الفارطة، وسترتفع إلى 15 مليار دولار في أفق 2027، بما تصل إلى تعهد بأن تصل إلى 30 مليار دولار في أفق 2030. كما تعهد السيد الرئيس بوصول الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 400 مليار دولار خلال أفق 2030. وأعتقد أن هذه الأرقام التي وصلت لها ربما الاحتياطات من العملة الصعبة والنمو الذي وصل إلى 4.2% خلال سنة 2020، إلى احتياطات وصلت تقريبا أكثر من 70 مليار دولار، إلى مجموعة من الأرقام سواء التضخم انخفض إلى تقريبا 7% من 11% إلى 7%، وكل هذه الأرقام ليس فقط أرقام أدلى بها السيد الرئيس أو الجهات الرسمية فقط، وإنما تشهد عليها كل المنظمات الدولية، فهذه الأرقام أيضا هي متطابقة مع حصيلة البنك الدولي حول الجزائر، ومع حصيلة أيضا صندوق النقد الدولي مع الجزائر. فأعتقد أن هذه الأرقام أصبحت الآن أرقام رسمية ولكن أرقام عالمية. لأن لماذا؟ لأن السيد الرئيس اعتمد كثيرا على رقمنة كل القطاعات، على رقمنة القطاعات، وأصبح المعلومات هي معلومات دقيقة ومعلومات سليمة، معنى هناك نظام معلوماتي جد في تبنته جميع القطاعات، وبالتالي أصبحت كل الإحصائيات التي تدلي بها الجهات الرسمية فهي إحصائيات عالمية، وتتبناها الدول الكبرى وتتبناها المنظمات والهيئات الكبرى. أعتقد بأن كل السيد الرئيس التزم بمجموعة من الالتزامات في العهد السابقة
الحقيقة وهي 54 التزام، ونفذ الكثير من هذه الالتزامات وشرع في تنفيذ العديد أخرى. وأعتقد أن دعمنا للسيد عبد المجيد تعبون هو فعلا لاستمرارية وتعزيز هذه المكاسب، لأن فعلا نريد تعزيز هذه المكاسب والوصول إلى نهاية أو تنفيذ الفعلي لهذه المكاسب وتنفيذها 100% على جميع الأصعدة. لا ننسى بأن كل فتح مجموعة من الورشات بمجرد في قطاع الطاقة، ورشات في قطاع الحديد، ورشات في قطاع الصناعات الغذائية، ورشات في قطاع الصيدلة، ورشات في جميع القطاع، في قطاع الفلاحة. نرى بأن هناك كل القطاعات الآن، هناك كما قلت في البداية هناك ثورة خلقت سيد راجل في جميع القطاعات، ولكن نحن نحرف فعلا، نحن نعرف جيدا بأن كل القرارات الاقتصادية أو نتائج القرارات الاقتصادية أو الإصلاحات الاقتصادية لم تأتي في يوم أو يومين، ولكن يجب مثلا سنوات. ولهذا احنا ندعم سيد الرئيس الاستمرارية في هالقطاعات ان شاء الله، وندعو كل المواطنين لانتخاب السيد الرئيس من اجل الاستمرارية ومن اجل تحقيق كل هذه ومن اجل فعل الوصول الى النتائج المرجوة من هذه الإصلاحات وتدعيم هذه الإصلاحات للسيد الرئيس. وأعتقد فعلا في أن نتائجها ستكون في فائدة المواطنين، ستتعزز القدرة الشرائية، سيرتفع ربما الناتج الداخلي الخام، سترتفع مثل مرتبة أو تصنيف الجزائر كما قلت من دولة سائرة في طريق النمو إلى دولة ناشئة، وأن سنحقق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المنتوجات، خاصة المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع. ونحن نرى مثلا المشاريع الضخمة في هذا المجال خاصة في مجاريع في الحبوب، فإذن هناك مشاريع كبيرة جدا. ولهذا ما ندعو كما قلت مرة ثانية أن توجه إلى صناديق الانتخابات. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.